فيهم القرارات واخصم عليهم، وهذا كله بتشوفونه بعد شوي. وين محمد عبد الله؟ ابغاه يجيني هنا، يجيني الان، الان يجي. وين محمد عبد الله؟ الباقي يرجعون. ابغى محمد عبد الله الحاله، غير لا احد يجي. خلاص الحاله، الحاله خلاص خلاص، يلا ارجعوا. اعطوني موي. ها ارجع، لا تروح الثلاجه، تعال على طول هنا. محمد عبد الله جاك، تعال لي الحين هنا. انت استاذنت امس من الاداره؟ صحيح. وعلى انك تكون موجود قبل الساعه 10. 10:30 الساعه 10. وكان حضورك اليوم للبث الساعه 11:30. صحيح. صحيح. طيب وش سبب التاخير، ممكن اعرف؟ كان عندي شغل واخبرت سامي فيه، اجراءات واوراق كذا لازم نلفلها، وانا طالع قبل زحمه، حاولت قد ما اقدر ابدر يعني. هذا ما هو بعذر. لا، اتفقت انا وسامي على الساعه 1، بس سامي قال لي ما ينفع يعني، قد ما تقدر انه لازم يكون معك ساعتين. الاداره ممكن تنزل رجلك انك على الهواء؟ يلا. انت استاذنت من الاداره انك تكون قبل الساعه 10. وانت موقع على العقد وعارف الشروط ان البث يبدا الساعه 10. صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. في الوقت هذا اللي بسويه اني بخصم عليك. اللي هي الساعة. التأخير. ساعة، ساعتين، ثلاثة. هذا هو. اوكي.
انت عارف كم بقسم عليك؟ كم؟ مية ريال. نادري راجع حالتي. طيب ماشي. راجع يا راجع الحارثي وينك؟ راجع هلا والله الحية رجل على رجل، انتبه، نزل رجلك، اضبط وضعك.